صباح الخير يا أطفال، كيف حالكم؟ اليوم سوف نأخذ حرف جديد، لكن سوف نراجع معا بعض الأصوات. ما هذا الصوت؟ تاء. أحسنتم، افعل حركة تاء، افعل الحركة تاء. ما هذا الصوت؟ حاء. حاء. وما هذا؟ بو. بو. وهذا رو. أحسنتم، رو. وهذا أو. أو. آخر صوت حرف التاء فوقه فتحة يصبح صوته تاء. تاء. اليوم سوف نأخذ حرف الدال. حرف ماذا؟ دال. حرف ماذا؟ دال. حرف ماذا؟ دال. كيف نكتب حرف الدال؟ شرطة مائلة وتمشي على السطر. مرة أخرى، شرطة مائلة وتمشي على السطر. مرة أخرى، شرطة مائلة وتمشي على السطر. حرف ماذا؟ دال. حرف ماذا؟ دال. هيا نتعرف على أصحاب حرف الدال. أول صاحب لحرف الدال ديك. أول صاحب لحرف الدال ديك. أشد أسناني لأسفل، ديك. وماذا؟ دب. 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 وماذا؟ دراجة. دراجة. إذن أصوات حرف الدال، أصحاب حرف الدال ديك، دراجة، دب. مرة أخرى، أصحاب حرف الدال ديك، دراجة، دب. أحسنتم. أصوات حرف الدال، عندما نضع حركة الفتح فوق حرف الدال يصبح صوتها د. يصبح صوتها د. وعندما نضع حركة ماذا؟ ضم. أحسنتم، يصبح صوتها دو. يصبح صوتها دو. وعندما نضع حركة الكسر ماذا تقول لنا الكسرة؟ شد أسنانك لأسفل. شد أسنانك لأسفل. يصبح صوتها دي. 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 إذن أصوات حرف الدال د دو دي. افعل الحركة د دو دي. ما هذا الصوت؟ د. ما هذا الصوت؟ د. مثل كلمة دراجة. دراجة. وماذا؟ دائرة. دائرة. ما هذا الصوت؟ دو. دو. مثل كلمة دب. دب. وماذا؟ دو ده. دو ده. ما هذا الصوت؟ دي. افعل الحركة دي. دي. مثل كلمة ديك. ديك. إذن اليوم أخذنا حرف ماذا؟ دال. أحسنتم، ماذا؟ دال. كيف نكتب حرف الدال؟ شرطة مائلة وتمشي على السطر. مرة أخرى، شرطة مائلة وتمشي على السطر. أصحاب حرف الدال دراجة، ديك، دب. دراجة، ديك، دب. أصوات حرف الدال د دو دي. أحسنتم، أصوات حرف الدال د دو دي. وإلى اللقاء في حرف جديد.